اليوم غادي نفسروا واحد المقترح اللي درناه في الرساله اللي رسلناها لرئيس الحكومه ووزير الماليه، هو حقيقه على مقترحات في مشروع القانون الماليه 2021. طلبنا بان الدوله تحمل هذوك لي بري لي غارونتي بار لا سي سي جي، ولكن خصنا نعرفوا بان هذا الاقتراح ما درناه غير وان قيدناه بواحد مجموعه من الشروط، من بينها بان ديك الشركه غادي تتحمل بان خاصها تكمل لاكتيفيتي ديالها بوندون عامين، خاصها تكمل فوكال مينتيان لي زومبلوا بوندون دو زون سور لا باز دو سكي ايتي ديكلاري في 2019، وخاص لاسوسي او لي اسوسي او لي جيرون ديال الشركه ينزلوا كابيتال ديالهم في الشركه. يعني يعني كاينين عديد من الشروط اللي طرحناها باش يكون هاد لو رومبورسمون. علاش درنا هاد المقترح؟ باش نعاونوا دوك الشركات تي بي او و بي ام او اللي استطاعتها وعندها القوه باش تمشي بعيد، ولكن مع هاد لا كريز ديال الكوفيد تاثرت، بغينا حنا نعطيوهم واحد الفرصه باش يقدوا يزيدوا القدام طبيعه الحال بالشروط اللي ذكرناها قبل. حنا كنهضروا على لي بري، يعني القروض qui sont garantis par la CCG, la Caisse centrale de garantie, ou le صندوق المركزي للتضامن. وف نفس الاطار ديال الاقتراحات البنكيه اللي طرحنا، هضرنا حتى على la caution personnelle ديال لو ديريجون ديال الشركه. كما كتعرفوا بان دابا فاش كان تيطلب مسير واحد القرض كتطلب منه البنكه مجموعه من لي غارونتي من غير هذاك الشيء اللي في الشركه، يعني الفونت كوميرس و لو بيزنس بلان ديال الشركه والسي ديالها. حنا شنو بغينا اقترحنا؟ سي بان تحيد تو سكي كوسيون بيرسونيل لو ديريجون باش نشجعوا المغاربه في اطار المقاوله باش يكونوا دي زونتربرونور، باش ما يبقاش يخافوا غادي ندير لي زافير ولا وقع شي مشكل غادي تمشي لي داري او لا غادي نتيزا. علاش درنا هاد المقترح؟ باش نخفوا من العيب على المقاول اللي عنده بزاف ديال المشاكل دابا. وطبيعه الحال حنا فاش كنا خاص تحيد هاد لا كوسيون بيرسونيل الا في حاله وحده ما غاديش تحيد، ولا كانت اون فوت دو جيستيون او لا كاينه اون فرود في لا سوسيتي. وطبيعيا الواحد اللي غادي يدير اون فرود او غادي يدير اون فوت دو جيستيون خصو يتحمل المسؤوليه ديالو كما منصوص عليه في القانون.